مشاهدينا بجديد وكل اللي قرروا انهم ينضموا لمتابعة حلقتنا معكم لليوم عبر مباشر من دمشق، مستمرين حتى الساعة 11 بتوقيت دمشق. وصلنا مع بعض مشاهدينا لابداعاتكم وكل اللمسات السورية نحن قادرين نضيفها بكل حياتنا اليومية على كافة الأصعدة، طبعا سواء كانت فنية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وغيرها. اكيد تفاصيل اكثر مع الناس ومع مي. صحيح شيرين، اخبار مع الناس هي بتعاون مع موقع اي سيريا والزميل حسين ابراهيم، ورح نبدا باول خبر هو له علاقه بالمخرج احمد الحاج.